الجغرافيا الجزء الأول الصف العاشر. هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الفصل الأول الدرس الأول من الصفحة الثامنة إلى الصفحة التاسعة عشر. الفصل الأول الموارد الطبيعية. الموارد نعمة من نعم الله أوجدها الخالق سبحانه وتعالى لراحة الإنسان ووجوده واستمرار حياته، وقد ساهمت عدة عوامل لزيادة الاهتمام بها، لا سيما الزيادة السكانية، الأمر الذي انعكس على محدوديتها وندرتها. لذا جاء هذا الفصل ليتناول مفهوم الموارد وأقسامها وأهميتها والمشكلات التي تعانيها ومعايير تقسيمها، ثم مفهوم الندرة والحلول المقترحة للحفاظ عليها، إضافة لتعرف مفهومي السلع والخدمات. أولاً الموارد الطبيعية. ما أهم الموارد التي لا يمكن للإنسان العيش من دونها؟ 1- أقسام الموارد. تقسم الموارد إلى 3 أقسام رئيسة، هي ألف الموارد الطبيعية، وهي موارد موجودة في الطبيعة وليس للإنسان دخل في وجودها، ويحتاجها الإنسان في بقاء حضارته وبنائها، كالماء والهواء والتربة والنبات. سؤال: أذكر أمثلة أخرى على الموارد الطبيعية. ب الموارد البشرية، وهي مجموع الإمكانات والطاقات والقدرات لدى الأفراد التي يمكن استثمارها وتفعيلها لتحقيق التنمية في مختلف مجالات الحياة. جيم الموارد الاقتصادية، وهي نتاج استغلال الإنسان لطاقاته وقدراته في استثمار الموارد الطبيعية لتصبح ذات قيمة اقتصادية أكبر. فالغابات مورد طبيعي تتوافر في مناطق عدة وتصبح مورداً اقتصادياً في حال استثمارها في مجالات مختلفة كالصناعة. في الشكل التالي 1-1-1-2 صور لغابات طبيعية تقص أخشابها لتستخدم في تصنيع الخشب. سؤال: أذكر مورداً طبيعياً يمكن أن يكون مورداً اقتصادياً، وبين كيف يكون ذلك. 2- أهمية الموارد الطبيعية. تتباين أهمية الموارد بين دولة وأخرى، وذلك وفقاً لتوافرها وقدرة الدولة على استثمارها بالطريقة السليمة. وتكمن أهمية الموارد كونها مصدراً للغذاء ومصدراً لإنتاج السلع والخدمات، إضافة إلى مساهمتها في زيادة الدخل القومي. لذلك تعمل العديد من الهيئات والمؤسسات والجمعيات الدولية والإقليمية والمحلية على دراسة الموارد والمحافظة عليها، كالاتحاد الدولي لصيانة الطبيعة والصندوق العالمي للحياة البرية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة والجمعية الملكية لحماية الطبيعة. 3- مشكلات الموارد الطبيعية. تتعرض الموارد في الطبيعة إلى مشكلات عدة نتيجة لممارسات الإنسان غير الصحيحة، من أهمها ألف التوسع في الصناعات، ب قطع أشجار الغابات وحرقها والرعي الجائر. الشكل التالي 1-3 صورة لغابات تحترق احتراقا كبيرا. جيم ضعف اتباع السياسات البيئية للمحافظة على الموارد. دال ضعف تطبيق التشريعات والقوانين. أسئلة: ما أسباب ازدياد الطلب على الموارد الطبيعية في العقود الأخيرة؟ اقترح حلولاً للحد من مشكلات استنزاف الموارد. بالتعاون مع زملائك اجمع معلومات عن الجمعية الملكية لحماية الطبيعة وقدم تقريراً بذلك. 4- معايير تقسيم الموارد الطبيعية. يمكن تقسيم الموارد الطبيعية وفقاً للمعايير الآتية: توزعها الجغرافي، تجددها، وتكونها. توزعها الجغرافي يقسم إلى محدودة الانتشار أو واسعة الانتشار. تجددها تقسم إلى دائمة، متجددة، غير متجددة. تكونها تقسم إلى عضوية التكوين
وغير عضوية التكوين. سؤال: عدد موارد طبيعية أخرى تتوافر في الأردن وبين أماكن تواجدها. 5. استثمار الموارد: يجب استثمار الموارد الاستثمار الأمثل، حيث تسهم هذه الموارد في زيادة الدخل القومي للدولة وتحسن المستوى المعيشي لسكانها. هل تعلم؟ تمتلك المملكة الأردنية الهاشمية عدداً من الموارد الطبيعية، من أهمها الفوسفات والغاز الطبيعي والصخر الزيتي والسيليكا واليورانيوم. ساهم تزايد معدلات النمو السكاني والتقدم التكنولوجي في زيادة الاهتمام بدراسة الموارد الطبيعية خوفاً من نفادها، الأمر الذي انعكس على ضرورة الترشيد والحفاظ عليها للأجيال القادمة. وتختلف أهمية استثمار الموارد بين فترة وأخرى، ومثال ذلك الصخر الزيتي في الأردن، إذ كان ينظر إليه بعدم جدواه بسبب ارتفاع كلفة الإنتاج. ولكن عندما أصبحت الحاجة ماسة، قامت الحكومة الأردنية بوضع خطة لاستثمار الصخر الزيتي لإنتاج البترول. ومن الأمثلة في الوطن العربي على سوء استثمار الموارد موريتانيا، إذ تعد ثاني أكبر مصدر إفريقي للحديد الخام في وطننا العربي، على الرغم من إنتاجها الضخم من خامات الحديد إلا أنها لا تستثمره بالشكل الأمثل، إذ يصدر الحديد للخارج بثمن رخيص على شكل مواد خام غير مصنعة. في الشكل التالي 1-5 يمثل منجماً لمعدن الحديد. نشاط: أجري مقابلة مع مسؤول في سلطة المصادر الطبيعية حول الآثار الإيجابية لاستغلال الصخر الزيتي في الأردن. سعت المملكة الأردنية الهاشمية إلى الاهتمام بالموارد البشرية للتوسع في منظومة التعليم وتطوير قدرات الأفراد وتأهيلهم، الأمر الذي انعكس إيجاباً على اقتصاد المملكة، وأصبحت الموارد البشرية أحد أهم الموارد في المملكة. نشاط: نظم جلسة حوارية حول أهمية الموارد البشرية للأردن وانعكاسها على تطور التنمية في المملكة. تتنوع الموارد المعدنية في الأردن، ولتعرفها ومناطق توزعها في الشكل التالي 1-6 صورة لخارطة الأردن تمثل التوزيعات المعدنية في المملكة الأردنية الهاشمية. أبرز المعادن الموجودة في الأردن هي النحاس، المنغنيز، الحديد، البوتاسيوم، اليورانيوم، وأبرز أنواع الأملاح مثل أملاح اليود والملح الصخري، الفوسفات والجبس. وأيضاً تحتوي الأردن على صخور زيتية، حجارة بناء، خامات إسمنت ورمل للزجاج. نشاط: بالرجوع إلى محركات البحث، أكتب تقريراً عن أهمية اليورانيوم كمورد مهم في الاقتصاد الأردني، وقدم ملخصاً عنه أمام زملائك. ثانياً، ندرة الموارد: هل بحثت عن سلعة ما ولم تجدها؟ ماذا نطلق عليها؟ خلق الله عز وجل الكون متكاملاً بموارده، ولكن سوء استثمار الإنسان لها نتيجة لمحدوديتها وتعدد حاجاته أدى إلى نفادها وندرتها. فمثلاً تتعرض الغابات للقطع لتلبية احتياجات الإنسان المتعددة، سواء للسكن أو للصناعة أو غيرها، ما يؤدي إلى محدوديتها وندرة بعضها. في الشكل التالي 1-7 و1-8 صور لغابات جميلة تم قطع الأشجار فيها، مما أدى إلى ندرة هذه الأخشاب وصعوبة الحصول عليها. 1. مفهوم الندرة: الندرة هو قلة وجود مورد ما مقابل تعدد حاجات الإنسان، وهي نسبية وتتأثر بعوامل متعلقة بمقدار العرض والطلب، فكلما زاد الطلب على مورد ما زادت احتمالية نفاد ذلك المورد أو ندرته، حيث تعاني من هذه المشكلة دول العالم قاطبة، سواء أكانت متقدمة أم نامية. كون تعميماً يبين العلاقة بين ندرة الموارد وزيادة الطلب عليها. 2. كيفية استغلال الموارد: يقدم العديد من الباحثين تساؤلات حول كيفية استغلال الموارد، ومن هذه التساؤلات ماذا ننتج؟
أي من السلع يتطلب إنتاجها في ضوء ندرة بعض الموارد وحاجة المجتمع لها، إذ أنه لا يمكن أن ننتج السلع والخدمات جميعها التي يرغب الأفراد في الحصول عليها. لمن ننتج؟ وذلك بتحديد الطريقة الأفضل والأنسب في إنتاج السلع من الموارد بأقل كلفة ممكنة وأكبر كمية تسد حاجات المجتمع. كيف ننتج؟ يقصد بذلك ضرورة إشباع أكبر قدر ممكن من الحاجات والرغبات غير المحدودة لأكبر شريحة في المجتمع. سؤال: أذكر طرقاً أخرى لإنتاج الموارد واستغلالها. 3. الحلول المقترحة للحفاظ على الموارد. مثلاً الاستخدام الأمثل للموارد وترشيد الاستهلاك، توعية المجتمع بأهمية المحافظة على الموارد وتحديداً تلك التي تواجه خطر النفاد، أيضاً المبادرات التطوعية والمشروعات الريادية مثل مشروع البرك الشمسية في البحر الميت، والتوسع في مشروعات إنتاج الطاقة البديلة مثل استخدام الطاقة الشمسية في إضاءة المنازل. هذه بعض الحلول المقترحة للحفاظ على الموارد الطبيعية في الشكل 1-9. كيف يمكن توعية المجتمع بمحدودية الموارد وطرق المحافظة عليها؟ اقترح حلولاً أخرى للحفاظ على الموارد. بالعودة إلى محركات البحث، اكتب تقريراً حول مشروع البرك الشمسية في إنتاج الطاقة. دراسة حالة الخلايا الشمسية. في عصر أصبحت فيه الطاقة بمصادرها المختلفة هي المحرك الأساسي للتقدم الحضاري وعنصراً أساسياً في حياة البشر، وفي ظل تناقص كميات النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للطاقة غير المتجددة، أصبح التحدي الذي يواجه العالم هو كيفية إيجاد بدائل للطاقة. لذا قام الإنسان باستخدام الضوء والحرارة المنبعثان من الشمس لمصلحته باستخدام مجموعة من وسائل التكنولوجيا التي تتطور باستمرار، وتضم تقنيات تسخير الطاقة الشمسية واستخدام الطاقة الحرارية للشمس سواء للتسخين المباشر أو ضمن عملية تحويلها ميكانيكياً لحركة أو لطاقة كهربائية، أو لتوليد الكهرباء بالظواهر الكهروضوئية باستخدام ألواح الخلايا الضوئية، إضافة إلى التصميمات المعمارية التي تعتمد على استغلال الطاقة الشمسية. أنجز الأردن أحد أضخم المشروعات لتوليد الطاقة الكهربائية في الشرق الأوسط تحت مسمى شمس معان باستخدام الخلايا الشمسية، وذلك على مساحة 2,000,000 متر مربع وبحجم استثمارات يبلغ 170 مليون دولار وبقدرة توليدية تقدر نحو 52,500 ميجاوات. الشكل التالي 1-10 صورة لهذه الخلايا الشمسية تتوزع في منطقة معان. سؤال: اقترح حلولاً أخرى للحد من مشكلة ندرة الموارد. عدد بعضاً من الموارد المعرضة للنفاد في العالم. ثالثاً، السلع والخدمات. 1. السلع هي منتج مادي يلبي حاجة الإنسان أو جزءاً منها، فالحاجة هي التي تحدد المنتج الذي يتعين أن يكون متاحاً، ويستلزم توافر السلعة توفر 3 شروط أساسية هي وجود الحاجة وتوفر المنتج والندرة. ترتبط ندرة السلع بحاجات المجتمع المتزايدة، فكلما ازداد عدد السكان ازداد الطلب على السلع، الأمر الذي يتطلب زيادة الإنتاج والضغط على المورد الذي يؤدي إلى ندرتها ونفادها. تقسم السلع حسب طبيعتها ومدة استعمالها وأهميتها والهدف من استخدامها وديمومتها إلى أقسام عدة، وهي: ألف، طبيعة السلع، تقسم إلى سلع مادية تسمى منتجات أو بضائع، وسلع غير مادية تسمى خدمات مثل التعليم والصحة والنقل. ب. أهمية السلع، تقسم إلى سلع ضرورية يحتاجها الإنسان في حياته اليومية كالملبس والمأكل والمسكن، وما هو كمالي كالجواهر والبنايات الضخمة والقصور وغيرها، غير أن ما يعد ضرورياً بالنسبة لشخص ما قد يكون كمالياً بالنسبة لشخص آخر، وكذلك ما هو كمالي في حقبة من الزمن قد يصبح ضرورياً في فترة أخرى.
جيم: الهدف من استعمال السلع. تتباين السلع حسب الاستخدام، فهناك سلع موجهة لتلبية حاجات المجتمع كالسلع الغذائية التي تستهلك بشكل مباشر، والسلع الإنتاجية التي لا تستهلك بشكل مباشر كالتي تستعمل في العمليات الإنتاجية مثل الآلات والمعدات. دال: الديمومة، استمراريتها. تقسم السلع حسب ديمومتها إلى سلع غير معمرة كالمواد الغذائية وسلع معمرة كالأدوات الكهربائية والآلات. سؤال: أعطي أمثلة أخرى على السلع المعمرة. أعطي أمثلة على سلع كانت كمالية وأصبحت ضرورية في وقتنا الحاضر. 2- الخدمات هي أنشطة مقدمة من طرف ما، قد يكون شخص أو شركة أو دولة، لمستهلك بغرض تلبية حاجاته كطلب استشارة طبية أو هندسية أو كخدمة النقل والصحة والتعليم وغيرها. في الشكل التالي 1-11 صورة لباص يقدم خدمات النقل لنقل الركاب من منطقة إلى أخرى. سؤال: ما أهم الخدمات الحكومية التي تحصل عليها في محافظتك؟ تأمل الجدول الآتي الذي يبين الفرق بين السلع والخدمات. الجدول 1-1 يبين الفرق ما بين السلع والخدمات. الخدمات غير قابلة للاستدعاء والفحص والقياس. السلع تخضع لعملية الرقابة وضبط الجودة والقياس. الخدمات الجانب الإنساني ركن أساسي في إنتاج الخدمة وتقديمها. في السلع الجانب المادي هو الركن الأساسي في إنتاج السلعة وتقديمها. في الخدمات لا تنفصل عن مقدمها. أما السلع يمكن أن تنتج في أماكن وتوزع في أماكن أخرى. نشاط: اكتب تقريراً حول الخدمات والسلع التي تقدمها لك الأسرة واعرضها أمام زملائك في الإذاعة المدرسية. أسئلة الفصل: السؤال الأول، عرف ما يأتي: الموارد الطبيعية، الموارد البشرية، الموارد الاقتصادية، الندرة، السلع، الخدمات. السؤال الثاني، ما أهمية الموارد؟ السؤال الثالث، ما أهم الموارد الطبيعية التي يمتلكها الأردن؟ السؤال الرابع، استعن بالشكل 1-6 وهو جدول يمثل المعدن ومكان تواجده، ثم أكمل بيانات الجدول الآتي للمعادن في الأردن، اذكر المعدن ومكان تواجده. السؤال الخامس، حدد المشكلات التي تتعرض لها الموارد. السؤال السادس، صنف الموارد الآتية حسب توزعها وتكونها وتجددها: الهواء، الأراضي الزراعية، القصدير، الفحم. السؤال السابع، اقترح طرقا لمواجهة ندرة الموارد. السؤال الثامن، ما الأسئلة التي نستطيع عن طريقها تحديد الأولويات في استغلال الموارد؟ السؤال التاسع، صنف أنواع السلع حسب المعايير المستعملة. السؤال العاشر، كون تعميماً يوضح العلاقة بين إنتاج السلع والطلب. السؤال الحادي عشر، ما مسؤوليتك نحو استعمال السلع والخدمات؟ السؤال الثاني عشر، فسر ما يأتي: ألف، قيام الحكومة الأردنية بوضع خطة استراتيجية لاستثمار الصخر الزيتي. ب، ظهور المبادرات والمشروعات الريادية المتعلقة بالطاقة. السؤال الثالث عشر، أعطي أمثلة على سلع كمالية وأخرى ضرورية. السؤال الرابع عشر، بالتعاون مع طلبة صفك اكتب قائمة بأهم السلع التي تصدرها المملكة الأردنية الهاشمية.